الفساد في العراق أصبح صناعة. من سيلاحق من؟ قضايا في الشرق الأوسط متداخلة مترابطة interconnected. هل هيدا العراق اللي تصورته بال2003؟ لا والله، لم نقاتل، لم نناضل في سبيل هكذا نتيجة. يا دولة الرئيس، لا زال البلد بحاجة إلى تواجد هذه القوات. ما ينقص العراق هو الحكم الرشيد في بلد الرشيد. مرحبا، حديث المجلة اليوم عن حاضر العراق، مستقبله وموقعه في صراعات الشرق الأوسط. أنا جهينة خلدي. يراد للعراق أن يكون قوياً، لكن هذا لن يرضي كل جيرانه. عن أي عراق نتحدث؟ العراق ضحية محيطه أم المرتبط به بشرايين الهواء والدم والنفط والسلاح؟ العراق الذي يحارب به أم الذي يحارب لأجله أم الذي يحارب من خلاله؟ العراق الذي سيسمح بقوته أم الذي يستفاد من تعدد ولاءات زعماته وتشابك علاقاته الأمريكية والإيرانية والتركية؟ العراق إلى أين؟ سؤال قصة غلاف مجلة المجلة لشهر سبتمبر، وهو موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفي وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق السياسي الكردي هوشيار زيباري. أهلا بك في حديث المجلة. أهلا وسهلا فيك جهينة، سعيد جدا أن أجري هذا اللقاء مع المجلة ومعاكم. معالي الوزير، المشهد العراقي اليوم معقد ومتشابك، يعني أي مسؤول يزور العراق بيجري يعني جولة مكوكية لتكوين صورة واضحة أو ربما لإيصال رسائله. لماذا؟ ما ومن الذي أوصل العراق إلى هذا التشتت والتعدد في القرار؟ نعم، فعلا الوضع معقد ومتشابك، وهذا طبيعة العراق الذي تأسس بعد الحرب العالمية الأولى من 3 ولايات عثمانية، والاحتلال البريطاني في وقته شكل هذه الدولة قسرا عملية، يعني لربط هذه المكونات، هذه الولايات. فلذلك بعد سقوط النظام الدكتاتوري المركزي كان هناك توزيع للسلطة وللثروات ومن خلال العملية الانتخابية. فلذلك أي مسؤول يزور العراق يجب أن يلتقي بالقيادات الأساسية الرئيسية في هذا الوضع السياسي، و هذه القيادات هي التي انفرزت عن طريق الانتخابات، سواء انتخابات وطنية أو إقليمية. يعني لدينا الآن زيارة للرئيس الإيراني الجديد دكتور بيزشكيان، يعني زار بغداد، التقى بجميع القيادات الشيعية والسنية وممثلي القوميات والطوائف، ثم زار اليوم أربيل أيضاً لمقابلات مع قيادة الإقليم الحكومية والرئاسية والزعامات الكردية التاريخية. بعدين حسب علمي سوف يزور البصرة، ومن البصرة سوف يزور المرجعيات الشيعية المحترمة في النجف وكربلاء. فهذه الزيارة تعطيك صورة عن واقع البلد الحالي الموجود. يعني طبيعي هي المسألة راح تكون أسهل بكثير لو عندنا رئيس واحد فقط، ها، ووزارة خارجية واحدة، واللقاءات تتم عبر هذه القنوات الرسمية فقط، يوم أو كم ساعة وإلى آخره وتخلص الزيارة. لكن واقع العراق الجديد حقيقة هو هاي القيادات الموجودة، قيادات قسم منها منتخبة من الشعب، وهناك تعددية في مركز القرار العراقي. يعني عندك 3 سلطات، كل سلطة تحسب نفسها سلطة قائمة بذاتها.
في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الوزراء، في مجلس النواب، وفي عندك السلطة القضائية أيضا. طبعا عندنا دستور، الدستور عالج كل هذه القضايا بمبدأ فصل السلطات، لكن حقيقة الدستور لا يطبق أو لا ينفذ على أرض الواقع كما هو الحال في جميع البلدان المتحضرة والديمقراطية. فأتفق معك أنه المشهد معقد ومتشابك، ولكن هذا هو واقع الحال. نعم، زيارة الرئيس الإيراني لبغداد وأربيل ومدن أخرى تعطي كما تقول تعطي فكرة لتعدد القرار، لكن أيضا بحد ذاتها زيارة مهمة جدا. هذه أول زيارة خارجية لبزيشكيان بعد انتخابه، ما هي الرسائل من وراها للعراق للجيران وللعالم؟ هي رسالة مهمة حقيقة بالنسبة للرئيس، رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد المنتخب، وبعد رحيل الرئيس الراحل الرئيسي في حادث كارثي. والمحطة الأولى لزيارته مهمة بالتأكيد، كل الدول بعد تشكيل حكومة وانتخاب رئيس يحدد الدولة الأكثر أهمية. يعني رئيس وزراء بريطانيا عادة أول زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أو الرئيس الفرنسي من أولى زياراته إلى ألمانيا. فالعراق بالنسبة لإيران دولة جارة ومهمة، ولذلك لديها نفوذ وتأثير وحلفاء، فاختار العراق كأول وجهة رسمية له بعد انتخابه. الرسائل عديدة بالتأكيد، أنه نحن موجودين، نحن لدينا أصدقاء وحلفاء، ونحن لسنا غرباء، ها، وعندنا ارتباطات دينية ثقافية اجتماعية متنوعة. أعتقد هذه الرسالة إلى العالم الخارجي، أنه تأثير إيران ليس محصور بحدودها الجغرافية، هي موجودة في العديد من دول المنطقة، في البحار، في لبنان، في غزة، في اليمن، في سوريا، في غرب آسيا كما يقولون هم بلهجتهم، وليس الشرق الأوسط فقط. فأعتقد الرسائل التي جلبها الرئيس الإيراني مطمئنة، نحن مع حسن الجوار، مع علاقات طيبة، لكن المحك هو في التطبيق، في التنفيذ. يعني الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة الحقيقية المشروعة. لدينا حدود أكثر من 1300 كيلومتر كبلد مع إيران، وفي تواصل ثقافي وديني ومذهبي وتاريخي. لا تنسين أيضا هناك تنافس إقليمي على العراق. يعني قبل مدة زارنا رئيس جمهورية تركيا، زار بغداد وزار إقليم كردستان وزار أربيل أيضا. فبالنسبة لهم أيضا هذه رسالة، يعني إذا أنتم موجودين نحن هم موجودين. المباحثات اللي جرت حقيقة جيدة وطيبة ومطمئنة، على الأمن المشترك للحدود، على عدم الاعتداء من خلال دولة ضد دولة، مصالح تجارية اقتصادية. وأيضا إيران لا تنسين أنه لديها نفوذ كبير في العراق، وفي الإقليم أيضا يريدون إعطاء هذا الانطباع، وهو صحيح إلى حد كبير، أنه لدينا حلفاء، لدينا أيضا حلفاء ليس في صفوف الشيعة فقط، لكن في الصف الكردي أيضا لدينا ارتباطات وعلاقات، ومع السنة حتى. يعني مع السنة في العراق حسب معلوماتنا لديهم علاقات متطورة. لكن يعني ما أهميتها بالنسبة لأربيل تحديدا بعد سنوات من التوتر وضربات إيرانية للإقليم؟
لا، زيارة أربيل مهمة. لا تنسي أنه هذا الرئيس الجديد الإيراني نصفه كردي ونصفه آزري، ويتحدث اللغة الكردية بطلاقة، والكرد والفرس بشكل عام قريبين جدا من نفس المجموعة البشرية من ناحية اللغة والثقافة، والكرد موجودين داخل إيران وفي تركيا وفي العراق وفي سوريا، لذلك هناك تداخل في هذه المصالح. ومجيئه إلى أربيل أو الإقليم حاليا كيان دستوري قائم داخل الدولة العراقية الموحدة، ولكن عنده خصوصيته. فزيارته بحد ذاتها رسالة إيجابية نحن استلمناها. يعني هل تبشر بفتح صفحة جديدة مع كردستان؟ لا لا تتصورين أول زيارة أنه كل الأمور سوف تحال أو تعالج. لا تنسين أنهم اعتدوا سابقا أكثر من مرة على الإقليم، في قصف الإقليم، في صواريخ باليستية تحت حجج واهية بوجود خلايا أو عناصر للموساد الإسرائيلي وإلى آخره، أثبتت أن هذه تهم باطلة حقيقة وغير صحيحة. هناك لجان أمنية مشتركة معهم، والإقليم مشارك فيها مع بغداد حول ضبط الحدود، التهريب، التسلل، القضايا الأمنية بالنسبة لهم أساسية تأتي بالمرتبة الأولى. يعني إيران مهتمة بمسألة أمن الحدود، يعني في مجموعات معارضة كردية تتحرك، هاي كانت موجودة منذ زمن نظام صدام حسين قبل 2003، يعني نحن لم نخلق هذه المشكلة، هي كانت موجودة. نعم، وأيضا في علاقات اقتصادية قوية، يعني العراق منفذ مهم لإيران بظل العقوبات. نعم، في علاقات تجارية اقتصادية قائمة، الكثير منها مشروع في تبادل السلع، والاقتصاد الإيراني محتاج إلى أسواق خارجية بسبب هذا العقوبات والضغوط الموجودة عليها، ولذلك فتشي مشروع إلى حد كبير، لا أحد يعارض ذلك، وحسب المنافسة في السوق بين البضائع التركية والصينية والإيرانية، هم أيضا نشطين في هذا المجال بالتأكيد. تمام، معالي الوزير، ب 2003 سقط صدام حسين وفتحت صفحة جديدة لبناء دولة جديدة كنت أنت من أعمدتها، لكن بعد 21 سنة الوضع بيقول أنه نحن بعدنا قدام دولة مفككة مخترقة طائفياً، قراراتها بإيد دول أخرى. أين أخطأ مسار العراق من بعد سقوط صدام؟ هو أنا غير متندم عن ما حصل من تغيير النظام ومشاركتي الأساسية في بناء هذا العراق الجديد، وأفتخر به، وإن شاء الله قريبا سوف يصدر لي كتاب حول رحلتي أو مسيرتي مع العراق الجديد. سنكون بانتظاره بكل تأكيد. لا تنسين أنه العراق كان بلد مأزوم، منبوذ، محاصر وغير مقبول دوليا وعربيا وإسلاميا بسبب مغامرات النظام السابق في الحرب مع إيران، في احتلال الكويت، وعشرات القرارات الدولية المفروضة عليه من مجلس الأمن، والقمع الداخلي اللي كان يمارسه النظام السابق ضد غالبية مكونات الشعب العراقي. فقرار التغيير كان حتمي، يعني الكثير يقولون أو يراجعون، وهذا الموضوع موضوع في الانتخابات الأمريكية الحالية، يعني أحد مواضيع النقاش، هل كانت هذه الحرب مبررة مشروعة إلى آخره. ما حصل بعد التغيير أنه هدفنا كان أنه تحويل هذا البلد من نظام مركزي ديكتاتوري قمعي
إلى نظام ديمقراطي يؤمن بالانتخابات وتكون له مؤسسات دستورية حقيقية وحكومة مسؤولة، وأيضا يرجع هذا البلد إلى مكانته الأساسية والحضارية في العالم. لا تنسي العراق من مؤسسي الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة الأوبك. فأحد مهامنا كان كيف نستطيع أن نرجع هذا البلد إلى مكانه، وكيف نخلصه من هذه العقوبات المفروضة عليه في التزامات مالية، التزامات تعويضات، التزامات حول التسليح. حقيقة كانت مهمة شاقة جدا. في 2000 مضت الأمور بشكل جيد في البداية، لكن ارتكبت أخطاء في العملية من قبل الأمريكان أنفسهم الذين أداروا العراق في البداية مباشرة، يعني عملية حل الجيش بالطريقة اللي صارت الكل يعترف بأنها لم تكن مدروسة، عملية اجتثاث حزب البعث كلية لم تكن مدروسة. يعني كان موضوع نقاشي بيننا وبين الجانب الأمريكي أنه هذول الأشخاص المتهمين أو الملطخة أيديهم بالدماء أو من قيادات معروفة مركزية ممكن هذول إقصائهم، لكن الآخرين لا. المهم صارت هذه القرارات. بعدين صار عندنا حوار وطني شامل لكتابة دستور للبلد، وهذا الدستور صوت عليه أكثر من 75% من الشعب العراقي في 2005، اللي شخص مشاكل العراق، حكم العراق كيف يكون، إدارته، والتخلص من هذه المركزية القاتلة إلى نظام لا مركزي، نظام فيدرالي اتحادي، ونظام الحكومات المحلية اللي ممكن تساهم أو تكون شريكة في إدارة البلد، لمنع ظهور نظام قمعي أو ديكتاتوري جديد. لا تنسي العراق قدره أنه في ظروف نشوء الدكتاتورية ممكن أجل أرضية خاصبة. يعني هل هيدا العراق اللي تصورته بال 2003؟ لا والله، لم نقاتل، لم نناضل في سبيل هكذا نتيجة. زيادة الطائفية، زيادة المشاكل بين المجتمع، خروج المؤسسات الموجودة الرسمية الشكلية عن طورها، تغول بعض السلطات على سلطات أخرى معينة. لا، هناك فوضى، يعني حقيقة فوضى سياسية وفوضى اقتصادية كبيرة جدا. يعني ورغم ثروات العراق ورغم الفرص المتاحة أمام هذا البلد للنجاح، لأن لديه كل مكونات النجاح من قوة بشرية، من اقتصاد، من حسن نية من قبل الدول العربية، من حتى من قبل دول الجوار، من قبل العالم، لكن ما يشكو منه العراق، أنا قلت هذه الجملة سابقا وأكررها لحضرتك، أنه ما ينقص العراق هو الحكم الرشيد في بلد الرشيد. نعم للأسف، يعني هذه الفوضى والفساد هي اللي بتخلي البعض مقتنع أنه الديمقراطية فشلت تماماً بالعراق ولا تليق به. لا، هو لا، أنا لا أتفق أنه فشل الديمقراطية. الديمقراطية نظام ناجح في كل دول العالم فكنظام لا، لكن ممارسة الديمقراطية، أسلوب ممارسة الديمقراطية نعم. أعطيك أمثلة، يعني في سنة 2010 في قائمة للدكتور أياد علاوي فازت بأغلبية واضحة في انتخابات شفافة وبمشاركة عالية، ولكن صار هناك تكالب على هذه القائمة لمنعها من الفوز، وكان فرق تقريبا مقعدين مع التحالف الشيعي
كان موجود في زمن المالكي، والقياداتنا كلها، ونحن يعني لسنا معصومين من هذا الخطأ، الكل أصر على استمرار بقاء المالكي كرئيس وزراء وحرمان قائمة الدكتور اياد علاوي من تشكيل حكومة. يعني هذا كان أول مؤشر على عدم ممارسة الديمقراطية الحقيقية. في آخر انتخابات جرت في العراق في 2021، أيضا بنظام انتخابي جديد وبمشاركة جيدة، وفازت قوى رئيسية، التيار الصدري، السنة، الحزب الديمقراطي، وردنا تشكيل حكومة وفق نتائج الانتخاب. صار تآمر كبير جدا داخلي وخارجي على منع هذا المشروع لتشكيل حكومة أغلبية، وأنا كنت من المستهدفين في هذا المشروع مباشرة. فالخلل ليس في الديمقراطية، أنا في تقديري الخلل في الممارسة، ولكن نلاحظ حاليا حقيقة هناك يعني طغيان لبعض الجوانب الدينية والمذهبية على الجوانب السياسية. يعني الشيعة مكون أساسي رئيسي الأكبر في البلد، لكن لا يستطيعون أن يحكموا لوحدهم، لا يستطيعون أن يتجاوزوا السنة أو الكل، ليس على حساب تهميش حلفائهم وشركائهم، وهذا هو الخطأ حقيقة. ولا ممكن أن يفوزوا في انتخابات ويشكلوا حكومات، لكن تجربة العراق أثبتت يعني من تأسيس هذه الدولة لحد الآن لا يمكن لقومية واحدة أن تحكم هذا البلد، لا يمكن لمذهب واحد أن يحكم هذا البلد، لا يمكن لحزب واحد مثل حزب البعث أن يحكم هذا البلد، لا يمكن لعشيرة معينة أو لعائلة معينة أن يحكم هذا البلد. يعني قدر العراق أنه هو التعايش. سيد زباري، يعني ملف سرقة القرن وأيضا ملف التنصت ممكن أنه يفجر وضع العراق اليوم بأي لحظة، واليوم في دعوات لمحاكمة القرن لتكون علنية، وفي حديث عن تستر قضاة على الموضوع. كل هيدا بيخلوا المراقب يتساءل من سيلاحق من فعليا، أو من سيغطي على من إذا فينا نقول اللي مطالبات بإجراء محكمة القرن على سرقة القرن. هذا تحدي زين، بس الرجال اللي يجي يسوي هذه المحكمة والكل معاها، لا هالأسماء اللي دا تجي في التحقيقات، نور زهير، هيثم الجبوري، آخرين، حقيقة هذول أدوات، هذول ربما مرتشين عندهم مصالح رابحين لهم كم مليون من صفقة القرن، ولكن السراق الأساسيين لم يحددوا. يعني هي قيادات بارزة ربما حاكمة أيضا. فهذه الاتهامات المتبادلة على التحقيق في سرقة القرن اجت فضيحة أخرى مقابلها، أنه فضيحة التنصت والتجسس من مكتب رئيس الوزراء ومن خلال جهاز المخابرات على القضاة وعلى السياسيين والبرلمانيين. هذه فضيحة أخرى تذكرنا فضيحة ووترغيت اللي راح بها نيكسون في أمريكا، وإلها تداعيات أيضا، وفي متهمين في صفقة القرن في قيادات سياسية، وفي حاليا اتهامات على مكتب على رئيس الوزراء بشخصه. القضاء ايضا حائر بين هذه الصفقتين، او يغطي على واحد او ضد اخر الى اخره. حقيقه هذا الوضع السياسي الهش هو متوقع، أنا في تقديري من خلال قراءتي للوضع العراقي، بسبب أن السنة الجاية هي سنة انتخابية،
فتصفية حسابات، تسقيط سياسي، أو هاي الثروة الهائلة التي كسبها بعض الأطراف والقوى السياسية يريدون يعظموها من خلال استمرار الفساد وهذه الوسائل. أعتقد الانتخابات القادمة ستكون مهمة، ربما في تصحيح المسار. يعني من ثلاثة معوقات أساسية، المعوق الأول والأخير هو الفساد المستشري في جسد الدولة أو الحكومة الموجودة. يعني أرقام خيالية في الفساد، يعني نتحدث مو على ملايين، على مليارات من المال العام تضيع، ومن خلال واجهات ولكن مدعومة من قوة سياسية. فتتحدثين عن مليار ونص في وضح النهار انسرقت، ها، وكاش. أو البارحة رئيس لجنة النزاهة طلع عندنا الأربيل وقال مو بس هاي، في 18 مليار آخر للسكك الحديدية هم أيضا مصيرها مجهول. هاي موازنات دول، يعني ليست موازنات أفراد أو شركات. عندنا قائمة الموظفين الحكوميين الموجودة أكبر قائمة في التوظيف في القطاع العام، يعني حتى في زمن هذه الحكومة أتصور إلى 1 مليون شخص أضيف إلى قوائم الموظفين الموجودين. القطاع الخاص ضعيف جدا، العراق يعتمد على مصدر واحد لتغطية نفقاته وإدارته والنفط. مع الوزير، أرقام الصفقات والسرقات مهولة، كيف بظل حكومة بلد في حكومة؟ وين بتروح هيدي الأموال؟ يعني في السرقات، في وضح النهار، يعني حتى مو تحويلات مالية، لا صناديق كاش وسيارات لوريات تجي بتعبي الفلوس الدولة وتأخذها. أزمة حقيقة. يعني مع الأسف أنا ذكرت في أحد مداخلاتي أن الفساد في العراق أصبح صناعة، يعني الكثير يتستر عليه، وفي آليات وفي أشخاص وفي شخوص وفي جهات. ولذلك وكل الحكومات من شعاراتها الأساسية أنه إحنا سوف نضرب بيد من حديد، سوف نقمع ونكافح الفساد، وتظهر هاي الحكومة مع الأسف أفسد من اللي راح. ففي مشاكل بنيوية وجوهرية حقيقة، هاي تحتاج إلى قيادات شجاعة، إلى إرادة. هاي الحكومة الحالية للسيد السوداني عندها فرصة، مدعومة سياسياً ومقبولة، لكن تفتقر إلى القيادة في التصدي لهذه المشاكل. حتى في علاقات العراق مع دول الجوار، مع العالم، يعني في قاعدة: إذا ما تحترم نفسك أو بلدك، الناس آخرين ما يحترموك. طب كيف ممكن أن تنجو المنظومة القضائية العراقية بعد كل ما قيل وما حصل من فساد ورشاوي والسرقة والتنصت؟ لا، هو القضاء في أي بلد لازم يكون قضاء مستقل ونزيه، وأيضا يبتعد عن التدخلات السياسية. الوضع القانوني في البلد، المحاكم ما مستقرة ومسيس القضاء، يعني أحيانا يستخدم القضاء ضد المنافسين أو الآخرين. ملف التنصت ملف حامي جدا أيضا، ما مدى خطورته بظل كل ما يجري بالعراق اليوم؟ لا، هو التنصت موجود في العراق في أي بلد بالتأكيد، ولكن يستخدم لأغراض أمنية بحتة، لمكافحة الإرهاب والجرائم، وأيضا بقرارات قضائية في كل دول العالم. هون في وقتها الولايات المتحدة لما بدأت بإنشاء مؤسسات أمنية، أحد هذه المؤسسات كان جهاز المخابرات العراقي الوطني،
فزودوه بأحدث التكنولوجيا للمتابعة والمراقبة والرصد. هذا الجهاز حاليا هو تحت يعني سلطة مباشرة للسيد رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وعمليا هو المشرف على هذا الجهاز وعلى هذه الأجهزة الفنية. فظهرت تقارير مؤخرا تشير أنه لا، ده يصير تنصت على السياسيين، على البرلمانيين، حتى على الحكام وعلى القضاة. فموضوع شائك حقيقة وصعب وخطير أيضا. فسرقة القرن مع شبكة التجسس والتنصت هي قضيتين حاميتين حاليا في البلد، يعني شاغل شغل كل السياسيين. تمام. مؤخرا ب 6 سبتمبر أفادت التقارير عن توصل لتفاهمات بين بغداد وواشنطن لإنهاء وجود التحالف بالعراق بخلال سنة تقريبا، سبتمبر 2025. هل تعتقد فعلا أن الولايات المتحدة ممكن تطلع من العراق، أو ممكن نشوف موقف مشابه للي حاول يعمله أوباما بال 2011 وقتها كنت وزير خارجية، بعدين اصطدم الجميع بالأمر الواقع ووجود داعش؟ هل اليوم القوات الأمريكية فيها تطلع، أم أنه العراق دولة هشة أمنيا تحتاج لتواجد عسكري أمريكي برأيك؟ نعم، هو أنا مطلع على هذا الموضوع ومشارك فيه، وكنت المفاوض الأساسي، لا بل ربما الرئيسي، من اتفاقية سحب القوات، اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان ومع غالبية الإدارات الأمريكية. والقوات الأمريكية رجعت إلى العراق، كنت مساهم في ذلك بحكم موقعي والخطورة، خطورة تنظيم داعش على البلد ككل، على بغداد نفسها، على النظام السياسي. فصار عودة الأمريكان في 2014 بطلب رسمي من الحكومة العراقية وبموافقة دولية، وبعدين تشكل تحالف دولي من أكثر من 64 دولة لمكافحة داعش في العراق وفي سوريا. هذا التحالف لا زال موجود وقائم، ناتو موجود، قوات بريطانية، فرنسية، إيطالية، كثيرة من الدول المشاركة فيها. في هناك طرحين ستي العزيزة. أولا، الحكومة العراقية أو حكومة السيد السوداني تطالب بإنهاء مهمة التحالف الدولي كتحالف دولي، باعتبار أنه البلد قضى على تنظيم داعش، وداعش لا يشكل تهديد أمني للعراق، فشكرا وشيلوا حالكم وروحوا. وصارت مفاوضات، تشكلت لجنة عسكرية عليا من القيادات العسكرية العراقية والأمريكية ودول التحالف لبرمجة هذا الخروج. في تفاهم أولي أنه مهمة التحالف تنتهي في نهاية 2025، يعني في السنة القادمة، وليس حاليا أو مباشرة، بس لم يصدر إعلام. في تقارير، وبخصوص القوات الأمريكية أيضا في توجه حكومي انه احنا ما بنحتاجهم، ممكن نحول العلاقه من علاقه لمحاربه داعش او الى اخره الى علاقه امنيه ثنائيه. لكن رايي المتواضع، وانا عندي الشجاعه اقول هذا الشيء، انه لا زال البلد بحاجه الى مساعده والى تواجد هذه القوات للعديد من الأمور والمسائل الأمنية والاستخباراتية والاستطلاع الجوي ودعم القوات العراقية. وتناقشت في هذا الموضوع مباشرة مع السيد رئيس الوزراء، أنه يا دولة الرئيس، مش عيب إطلاقا أن بلد يستضيف قوات أجنبية طالما هي بموافقته ووفق قواعد هذا البلد وقانونه ودستوره. في عندنا قوات أجنبية في العديد من دول المنطقة منظمة ومبرمجة، في الكويت، في قطر، في الإمارات،
في السعودية، في مصر، في الأردن، في ألمانيا، في اليابان. هاي دول مستقلة وعندها سيادة، يعني لازم ما نخجل أنه نستضيف هذه القوات طالما هي بموافقتنا وأمرنا. من الذي سيستفيد برأيك من خروج داخليا وخارجيا؟ في أطراف في ضمن محور المقاومة وبعض الفصائل تزايد على رئيس الوزراء وعلى الحكومة أنه هذه القوات انتهت مهمتها ولازم تنتهي، في توجه عند بعض الأطراف المسلحة خلينا نسميها أنه هذا التواجد الأجنبي الدولي مرفوض، لأن لا يريدون أي رقابة أو أي متابعة لما يجري في داخل العراق من هذه القضايا، من الفساد، من التهميش. لحد الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الطرفين. أنا في تقديري ممكن يعني حصل تفاهم مبدئي على جوهر القضايا، ربما يعلن هذا الموقف قبل الانتخابات الأمريكية أو في شهر ديسمبر، يعني في نهاية هذه السنة هناك اجتماع للقيادات العسكرية لقوى التحالف الدولي لإعلان هكذا الشيء في واشنطن. فأيضا هذا الوضع مرتبط بتطورات الأوضاع الداخلية، أولا الأمنية والإقليمية في المنطقة، حرب غزة، توتر الجديد مع جنوب لبنان، حشود العسكرية الأمريكية الكبيرة في المنطقة، وتوقعات توسع هذه الحرب. هاي كلها سيكون لها تأثير على هذا التوجه أو هذا التفاهم. لا تنسي أنه الجانب الأمريكي، العراق مرتبط بأمريكا بالعديد من الارتباطات، ليس العسكرية لا الاقتصادية. احنا دولارنا يجي من أمريكا كاش، اقتصادنا يعتمد على هذا الشيء. أمن السفارات أو البعثات تعتمد في كثير من جوانبها على هذه القوات. الأمن الإقليمي، ما يجري في سوريا أو تواجدهم في سوريا لها علاقة بتواجدهم في العراق. أمن دول الخليج بشكل عام له علاقة بهذا الموضوع، وبعض الدول مجاورة صديقة للعراق من دول الخليج وقلقين جدا من هذه التوجهات لإخراج هذه القوات بهذه الطريقة، وهم يقولون لنا وللحكومة نحن لن نخرج تحت التهديد أو under the gun مثل ما يسموها. هذا كل ما عندي لك يا سيدتي. يعني لو كنت أنت صاحب قرار كنت ستعارض تماما خروج من العراق؟ بالتأكيد بالتأكيد، إحنا موقفنا صريح وواضح وعلني وما نخجل من قوله بالفم الملان مثل ما طيب يقول. في حال تم الدفع باتجاه خروج هذه القوات، هل من الممكن أن يكون في استثناءات، مثلا يكون في توسع لقواعد أمريكية بإربيل؟ لا، هي بالتأكيد سوف تكون على مراحل وليس فجائيا أو بشكل نهائي. لا تنسي أنه عمل القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا يعتمد على تواجدهم في أربيل أو في بغداد، لا يستطيعون إدامة عملياتهم في شمال سوريا بدون دعم فني أو لوجستي هنا. لذلك كما ذكرت الموضوع له علاقة بالتزامات أمريكية مع دول أخرى، مع أطراف أخرى، ليس مع العراق لوحده فقط. هل الإقليم جاهز ليكون خط مواجهة أمريكية مع إيران؟ لا، احنا حقيقة هذا الموضوع فوق طاقتنا، يعني مع دول، مع إمبراطوريات، ما في يعني سياسي أو زعيم كردي يجازف بهذا الشيء، يعني إطلاقا أنه نكون في خط المواجهة مع إيران أو مع تركيا. لا والله، احنا نعرف حجمنا وقوتنا وقوة جيراننا، لكن نحن لا نخفي أنه احنا محتاجين، احنا ممتنين لدعمهم لإسنادهم.
الانتخابات الأمريكية بعد أقل من شهرين، هاريس وحزبها بيسعوا لسحب قواتهم من العراق، وترامب هو من تخلى عن أكراد سوريا وتركهم للأتراك بعد ما ساعدوه بمواجهة داعش. بالنسبة لك كسياسي عراقي وأيضا كقيادي كردي، ترامب أم هاريس الأفضل للعراق برأيك؟ هو احنا ما في موقع انه نحكم على من هو الافضل او من يفوز حقيقة، لكن في استراتيجيات معينة. لا تنسي ان امريكا دولة مؤسسات، والمؤسسات اقوى من القيادات. يعني لا اكيد متابعة للمناظرات وللجدل الانتخابي في امريكا. قضية انسحاب أمريكا من أفغانستان أحد القضايا التي يأخذها ترامب على الديمقراطيين، فلا أتوقع خلال هذه الفترة الانتقالية أو الانتخابية أنه أي إدارة تتجرأ تأخذ قرارات مستعجلة. ترامب حاول انسحاب من سوريا، لكن ضغط القادة العسكريين الميدانيين أجبروه أنه لا ابقائهم وعدم ترك حلفائهم، وأن مهمتهم لم تنتهي. وطالما ليست هناك دولة كاملة في سوريا، يعني خطورة نهوض داعش مجددا لا زال قائم. معالي الوزير، أود أن أسألك عن المخاطر المحتملة على العراق وعلى كردستان تحديداً بحال توسعت الحرب الشاملة بين إيران وإسرائيل وانتقلت لمواجهة مباشرة. شوفي عزيزتي، أنا في خلال تجربتي السياسية والدبلوماسية والعلاقات مع دول عربية مع دول الشرق الأوسط تعلمت درس واحد، أن الأمور في الشرق الأوسط مترابطة، لا يمكن عزلها أو فصلها عن بعضها البعض. ما يجري في غزة، ما يجري في جنوب لبنان، ما يجري في الأردن، ما يجري في العراق، في سوريا، في الخليج، هذه القضايا مترابطة. لذلك توسع هذه الحرب أو تحولها إلى حرب إقليمية، الكل يتأثر، يعني بما فيهم كردستان أيضا راح تكون في فوهة المدفع بالتأكيد. فلذلك الكل يؤكد على حرص منع توسع هذه الحرب الأقليمية وحصرها، وصار تقريبا سنة قائمة، والمجتمع الدولي وأمريكا والدول العربية عاجزة عن وقفها وتتمدد. القضايا مترابطة جوابا على سؤالك، وكردستان لن تكون بعيدة عن أي توسع لهذه الحرب الأقليمية. يعني الإقليم قد يكون في دائرة الخطر وقد يكون بفوهة البركان، من تحديدا؟ يعني بينما نتحدث عن زيارة للرئيس الإيراني كمبادرة جيدة، هناك من يصف الإقليم أنه إسرائيل ثانية. لا هم هاي التهمة موجودة جاهزة، كل مرة عندهم مشكلة مع إسرائيل يقصفوا أربيل، مرتين ثلاثة صارت، هاي تهمة جاهزة وحاضرة. هو شوفي يعني بالنسبة لإيران، إيران دولة يعني تبحث عن مصالحها، يعني رغم الأيديولوجيا المسيطرة، لكن دولة براغماتية حقيقة في التعامل. يعني ترطيب العلاقات بين الإقليم وبين الجمهورية الإسلامية من مصلحتهم، مصلحتنا أيضا. لا أحد ينشد التصعيد أو توتير الأجواء. أنا بحكي لك عن حقيقة، إنه القضايا في الشرق الأوسط متداخلة مترابطة interconnected، ما تقدري تفصلي. يعني إحنا موجودين في الساحة عمليا، يعني أحيانا نشعر في حالة مواجهة يومية. وزير الخارجية والمالية العراقي الأسبق معالي هوشيار زباري، شكرا جزيلا لك لوقتك في هذه الحلقة الخاصة عن العراق، حاضر ومستقبل وموقع في صراعات الشرق الأوسط من حديث المجلة. شكرا. يا أهلا وسهلا، شرفتينا وفرحت جدا سويت هالمقابلة مع حضرتك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك.